وإيه؟ دي رواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بفضلك كريم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي بفضلك كريم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولما فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهما النبوة. ووهبنا له
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون